تحدثت عن اسماء كبيره غنيتيله، اكيد انت تاثر بداخلك لمطرب او مطربه معينه من الطفوله، تحسين تشعرين بان هذا المطرب حابته، اغانيه هضمتها، تحسين روحيه هذا المطرب هي روحيتك. بمن كان التاثر؟ ام كلثوم. الله السيده، يعني ده دفنت لي، يعني هي دي كانت اول ما فكرت ان انا اغني حاجه. جدتي حفظتني القلب يعشق كل جميل، كان عندي 9 سنين. خلينا نبتدي يعني. طبعا ما دام قلتي لنا شيء نسمع، شيل ام كلثوم يا حقيقه يكون البدايه. طيب ممكن نغني ايه؟ طيب انا اغني كان لك معايا اجمل حكايه. يا ريت اجمل الاغاني. يا ريت. كانت في اغنيه انساك، وانا بصراحه بحبها جدا، ولما غنيتها عملت برضو صدى حلو عندنا في مصر، يعني حتى احنا بالعراق عليها. ما شاء الله. كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله، كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله، سنين بحلها ما فات جمالها على حب قبله، سنين ومرت زي الثواني في حبك انت، وإن كنت أقدر أحب تاني أحبك أنت، كل العواطف الحلوة بينا كانت معانا معانا حتى في خصامنا، كل العواطف الحلوة بينا كانت معانا معانا حتى في خصامنا، وإزاي تقول أنساك وتحول، إزاي تقول أنساك وتحول، وأنا حبي لك أكتر من الأول، أكتر وأحب تاني ليه ليه، وأعمل في حبك إيه، وأحب تاني ليه ليه، وأعمل في قلبي إيه، ده مستحيل قلبي يميل، ده مستحيل قلبي يميل، ويحب يوم غيرك أبدا أبدا، أهو ده اللي مش ممكن أبدا. الله الله الله.